رحب بضيفنا في الاستوديو استاذ يسري ابو النجا، رئيس شعبه منظمي المعارض بغرفه الطباعه باتحاد الصناعات المصريه. استاذ يسري اهلا بحضرتك معنا في المجال. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. قبل ما نتكلم طبعا عن موضوعنا الاساسي وسياحه المعارض والمؤتمرات، يعني مجموعه من الاخبار، وبنتكلم في البدايه الحقيقه عن جهود الدوله لتحقيق استراتيجيه السياحه 30 مليون سائح حتى عام 2030 ومضاعفه الغرف الفندقيه، وايضا الحقيقه ده كان خلال جوله رئيس الوزراء في منطقه الاهرامات، وبنتكلم عن تحسين التجربه السياحيه في منطقه الاهرامات. في الحقيقه دي حاجه جيده جدا من الدوله ان النهارده تهتم بالسياحه وتبقى هدف اساسي. سياده رئيس الوزراء يعني مشكورا ان النهارده الدوله بتفكر ان هي تزود السياحه لغايه 30 مليون سائح، وده بيحتاج جهد كبير جدا. إضافة غرف فندقية، لأن احنا عندنا العدد غير كافي من 30 ألف غرفة أو 30 مليون سائح. 30 مليون سائح دول محتاجين غرف زيادة، محتاجين خدمات زيادة، ده بيزود الدخل السياحي لمصر، وده هدف من الأهداف الأساسية اللي هو هينشط، هيساعد على دخل الدولار للدولة، العملات الصعبة، هيزود العمالة. بس ده بيلتزم حاجات كتيرة جدا، ان لابد ان يبقى عندنا غرف فندقية بالمساواة، ناس بتتدرب مؤهلة ازاي تقدر تستقبل السائح، ودي حاجة جيدة جدا من الدولة. يعني استاذ يسري، كمان الخبر الخاص باصدار تأشيرة الترانزيت المجانية للمسافرين لمدة 96 ساعة، وده لغاية نهاية ابريل عام 2025 بجميع المطارات المصرية. يعني حضرتك شفت القرار ده ازاي من مجلس الوزراء، ويعني تعليقك على هذا القرار؟ ده قرار في الحقيقة جيد جدا جدا، لانه طبعا ده هيساعد كتير جدا. ان النهاردة الترانزيت لمدة 96 ساعة ده بيخلق فرص، الناس بتيجي تعمل إقامة، وده اتجاه موجود في دول كتيرة جدا، وده اللي بينشط السياحة، وخصوصا لو معاه الطيران والحوافز والآخر، فده طبعا بيساعد كتير جدا على ان احنا نبقى منطقة هب. النهاردة لو احنا منطقة هب بقى كل اللي جاي ملتقى في المطار ترانزيت، ده هيساعد كتير جدا على زيادة عدد السياحة في مصر. وحابين في البداية نوضح لمشاهدينا سياحة المعارض، المؤتمرات، الحوافز، الاجتماعات، كل فرع من دول ايه المقصود بيه؟ في الحقيقة من المهم جدا سياحة المعارض والمؤتمرات، ودي سياحة من نوعية جيدة جدا، لأن السائح اللي بيجي يحضر مؤتمر أو يحضر معرض فأوريدي بيكون رجال أعمال، مصنعين، ناس بتيجي من دول أوروبية كتيرة بتشارك في المعرض، زوار بيجوا من بره. فالمؤتمرات والمعارض بتساهم بنسبة كبيرة جدا في نمو السياحة، ودي سياحة أو سائح اللي بيجي بالطريقة دي ده سائح ريتش، يعني بيقدر يصرف، عنده مقومات، بيقعد ما بيقعدش مدة كبيرة، لكنه سائح بيساعد على المنتجات اللي موجوده في مصر تصدير، وده الهدف السامي، ان احنا بنساعد على تصدير عمله صعبه من خلال الناس الزائر اللي بيجي ده، بيحضر المؤتمر والمعرض، وبعدين بياخد له يومين يعمل فيهم، يحضر يروح مطاعم، وبيحضر في اماكن كتيره جدا، ياخد يومين يروح فيهم شرم او الغردقه او اسوان او لاخره. فدي بتبقى فرصه كبيره جدا لسياحه المعارض والمؤتمرات. وما ننساش ان دول كتيره جدا بتعتمد على الكلام ده، زي المانيا مثلا، طول السنه معارض عندهم، في كل مدينه فينيو او مكان للمعارض، اجنده دوليه، دخل من الدوله يمكن بيمثل 17% من الدخل السنوي للدوله نفسها من سياحه المعارض والمؤتمرات، وده نمط مهم جدا جدا. واعتقد الدوله ابتدت تبص على المنظومة دي، وبقت بتساعد كتير جدا من خلال النهاردة بقى عندنا أكتر من مكان لإقامة. صحيح، بنية تحتية مؤهلة لاستضافة معارض ومؤتمرات وأحداث عالمية. وفي الحقيقة حتى النهاردة بقى في كمان بنبني مدينة للمعارض في العاصمة الإدارية الجديدة، تقريبا هتبقى مساحتها ما يقرب من 100 ألف متر بس للعرض فقط،
لغير المساحات طبعا اللوجستيه والى اخره. عشان تتعمل مدينه معارض لابد من حواليها من امكانيات كتيره جدا، بيبقى في فنادق وفي مطاعم وفي حاجات لوجستيه كتيره جدا عشان يبقى في مقومات لارض معارض. ما بتتعملش ارض معارض بس فقط لغير، بيبقى في مواصلات تبقى قريبه منها، في كل ما هو محتاجاه البنيه التحتيه، وده النهارده الدوله مؤهله، وده عشان يزيد عدد السائحين. يعني ده من الاهداف اللي هو بيزود السياحه سواء سياحه المعارض او المؤتمرات. صحيح، يعني كده ما يتعلق بسياحه المؤتمرات، المعارض، الاجتماعات ايضا، بخلاف سياحه الحوافز هي يعني بتنضم مع هذا النوع، وهي يعني مقصود بها زي مكافآت او برامج سياحيه للموظفين في دول العالم المختلفه تشجيعا ليهم، او يعني مكافاه على ادائهم الطيب، وده بيسمى سياحه الحوافز. طيب خلينا نتكلم على يعني موقع مصر هنا في هذا النمط السياحي على خريطه السياحه العالميه، يعني مقومات مصر اللي بتؤهلها لمزيد من استضافه هذه الاحداث. الحقيقه مقومات مصر معروفه جدا وواضحه وحاجه مشرفه. عندنا طبعا اثار يعني عدد ضخم جدا من الاثار مش موجود في العالم كله، دي اماكن بقى عندنا دلوقتي. وعندنا طبعا سياحه الشواطئ، عندنا الشمس، وعندنا مقومات جدا كمدن سياحيه كبيره جدا مؤهله للكلام ده. وده الدوله اللي كانت النهارده بتدور عليه، بقت تبتدي تبني فنادق عشان تقدر تستوعب العدد المطلوب والهدف اللي هو ل 2030، ان يبقى فيه مش بس منشآت ومصانع بتقوم تساعد على الفندق. مش محتاج بس كده، محتاج تجهيزات ومحتاج مطاعم ومحتاج ما هو جديد للعاملين في مجال السياحه، ان يكونوا كوادر جاهزه. في ناس قائمين على في المجال ده، يبقى فيه تدريب، في مسابقات، في حاجات كتيره جدا نأهل الناس الفندقيين عشان مستوى الخدمه او السيرفيس يبقى موجوده على مستوى عالي جدا زي ما بتقدم في احسن اماكن في العالم. صحيح. طيب استاذ يسري، خلينا نتكلم عن المعرض ان شاء الله اللي هيقام في شهر سبتمبر المقبل، في بدايه سبتمبر المقبل، خصوصا ان دي الدوره ال 44 لهذا المعرض، معرض دولي لتجهيزات المنشات الفندقيه. اولا المعرض هيشارك فيه مين؟ الدوره دي السنه دي كمان مميزه ازاي عن قبل كده؟ في الحقيقه الدوره دي بالذات مميزه لان مساحتها زادت كبيره جدا، غيرنا المكان لانه بقى مكان اكبر شويه. النهارده الدوره دي ال 44 فيها ست قطاعات بتمثل قطاع الصناعات الهندسيه، الخشبيه، النسيجيه، الاغذيه والمشروبات، المخابز والحلواني، كل القطاعات دي كلها بتشارك في المعرض. السنه دي عندنا حاجه جديده جدا في المعرض اللي بنميزه السنه دي، عندنا ست مطابخ لايف كوكينج شو، اللي هو النهارده الفندقين ده اللي احنا بنتكلم عليه. الهدف ان هو مش يجي بس يشوف ما هو جديد في عالم المعدات، لا خلاص النهارده كمان يبقى في موجود حاجه تانية زياده اللي هي يتعلم ازاي ايه الجديد في عالم السيرفس. فبتنافسوا الفندقيين والشيفات في ست مطابخ لايف كوكينج شو، وده من خلال ست مطابخ مصريه. فندم مصريه، ست مطابخ مصريه تبقى موجوده. بيجي يمكن مثلا 300 400 شيف على مدار الثلاث ايام يتسابقوا، عشان اللي بينجحوا بيوصلوا يخشوا المسابقات العالميه. هو ده اللي احنا بنجهز فيه كوادر تعليميه جديده عشان تمثلنا بره. فدي الحاجات الاساسيه. الحاجه الثانيه، السنه دي المعرض بقى هدف من اهدافه ان احنا نجيب تريد باير، ناس تزور المعرض من بره، من افريقيا ومن منطقه الشرق الاوسط. فجاي من تونس ومن السعوديه ومن الكويت ومن البحرين ومن كينيا وتنزانيا ودول كتيره جدا جايه من افريقيا تزور المعرض ده السنه دي. وعشان مقصود بيه بقى ان احنا النهارده عندنا سياحه وفي نفس الوقت تصدير، وده هدف بتدور على حاجتين عليه. وزارة الصناعة وهي حتى راعي للمعرض انها تساعد على انها تقف مع المصنعين وتطلع ما هو جديد، لان في منافسة
احنا عندنا 260 شركه مشاركه في المعرض. ال 260 شركه دول ما بين شركات مصريه وشركات اجنبيه مشاركه من بره من خلال الوكلاء او مباشره، وده بيخلق منتج جديد بمواصفات عاليه الجوده. فالنهارده الجلف اريا وافريقيا تقدر تيجي يتعمل تصدير. في نفس الوقت الهدف اللي احنا كنا بنتكلم عليه مع حضرتك قبل كده اللي هو يبقى في عندنا سياحه اللي هي صحيح سياحه المعارض والمؤتمرات. الحاجه الثانيه احنا عندنا منشات طلع كتيره جدا تلاقي احتياجاتها موجوده في مصر. مش هيطلع بره يدور، لا ده هو موجود هنا عشان يلاقي كل ما هو لو عنده فندق او مطعم او لاخره يقدر يجهزه تجهيزات فروم اي تو زد من المعرض ان شاء الله. عندنا كمان وزاره السياحه وهيئه تنشيط السياحه مشاركه في المعرض. وزاره السياحه بتدعم المعرض ده من منذ بدايته. وزاره السياحه داعم لهذا المعرض، وده المعرض اللي بيمثل تقريبا وزاره السياحه حطها على الاجنده بتاعتها. كمان هيئه تنشيط السياحه، غرفه المنشات الفندقيه، غرفه المنشات السياحيه والمطاعم، ودي كلها جهات تابعة لوزاره السياحه بتشرف او ان هي بتشارك وراعي للمعرض، لان ده هدف من الاهداف اللي بدور عليها مصر. لما بنتكلم عن المعرض السنه دي ان شاء الله النسخه المقبله بعد ايام، ازاي بتتطور عام بعد عام؟ بنتكلم عن نسخه 44 من المعرض، الحقيقه معرض يعتبر قديم يعني. قد ايه كل نسخه بتتطور عن النسخه السابقه، وازاي بيخدم قطاع السياحه في مصر؟ هو في الحقيقة بيخدم قطاع السياحة لأنه هو بيقدم له كل ما هو جديد في عالم المعدات والتجهيزات وعالم التدريب. النهاردة السياحة بتتطور كل يوم. إزاي بيخدم في ناحية التدريب تحديدا؟ التدريب إحنا عندنا حاجة اسمها الفود هاب، بتيجي المطاعم وبتيجي الشركات الكبيرة تشارك وتقول إيه هي تجربتها في النجاح، المشاكل اللي ممكن تقابل الناس المصنعين في هذا المجال، لان هم دولت اللي بيساعدوا الاداه اللي هي بتساعد رفع السياحه المصنعين، لان هو من غير الفندق من غير المعدات والامكانيات والاغذيه والمشروبات اللي هي الحاجات الجديده اللي بتتقدم مش هيبقى في تطوير. فبيساعد النهارده بيأهل الكوادر دي، بيدوله ناحيه التعليميه، بتتعمل سيشنز من خلال احنا عندنا جمعيه جمعيه طهال المصريين دي اوريدي تحت منها امبريلا بتاعتها تقريبا حوالي اكتر من 5000 شيف في مصر، ودي تحت الامبريلا برضو بتاعت الاتحاد الدولي للطهاه. بنجيب الاتحاد الدولي للطهاه هو اللي بيشرف على المسابقات دي وبيجي بنفسه رئيس الاتحاد، لان الاتحاد الدولي للطهاه الاوكس ده تحت الامبريلا بتاعته حوالي 5 مليون شيف بييجوا يشرفوا على ما هو الجديد، وبتحصل مسابقات كبيرة جدا. حتى بنعمل الكلام ده في المشروبات. يعني احنا في مسابقة للكوفي اخدت بحضرتك زي الباريستا والحاجات دي كلها، دي موجودة. المتسابقين اللي هينجحوا ويتأهلوا هياخدوهم في المصانع بره في ايطاليا يقعدوا يعملوا اشاعة لمدة اسبوع، يعملوا احاشة لمدة اسبوع عشان يوصلوا ايه هو الجديد في عالم المشروبات. القهوه النهارده بقت حاجه اساسيه وفيها انواع كتيره، وده مجال كبير جدا جدا. فالنهارده المعرض ما بقتش الرساله بتاعته قاصره على ان هو معروضات وحد وزوار والى اخره، لا بيقدم خدمه للسياحه جديد في عالم الفندقه من معدات وكوادر تعليميه وسياحه لسياحة المعارض سواء زوار أو عارضين من بره. حجم الزوار هنا وحجم الإقبال على المعرض كل سنة؟ هو معرض متخصص، فالزوار بتاعته بيسموهم البي تو بي، ما هواش للكونسيومر، يعني هو ناس متخصصين. فعندنا كل يوم بيزور المعرض ده من 6000 ل 10000 زائر في اليوم. فإحنا بنتكلم من أكتر من 20000 زائر بيزوروا المعرض. إحنا عندنا منشآت كتيرة جدا، عندنا مطاعم كتيرة جدا، عندنا فنادق، عدد ضخم. حجم الزوار الاجانب؟ حجم الزوار الاجانب لا، في عدد السنه دي لا باس بيه. زي ما قلت لحضرتك احنا مخصصين وعاملين برامج لافريقيا ومن الجالف اريا، جاي فيها عدد ضخم جدا، بنحجز لهم في الفنادق، عاملين لهم برامج، يزوروا المصانع، عاملين لهم برامج ترفيهيه.
ففي عدد ده غير الناس اللي جايه من عن طريق الوكاله بتاعتهم، فبيجوا عدد ضخم جدا موجودين الزوار يعني. يعني المعارض اللي من النوع ده هي طبعا معارض متخصصه، وزي ما حضرتك ذكرت هي ترويج سياحي، وبنتكلم عن تجهيزات المنشات الفندقيه، وبنتكلم كمان عن تصدير المنتج المحلي، لانه طبعا بنعتمد بشكل كبير على المنتجات المحليه في هذه المعارض. ربط المعارض من هذا النوع بالمناطق السياحيه وتوفير برامج سياحيه تكون يعني لحضور المعرض او لزياره المعرض، وكمان زياره عدد من الاماكن السياحيه، قد ايه ده بيتحقق كل سنه في المعرض؟ لا كل سنة النسبة بتزيد، لأن النهاردة المعرض بقى معروف على مستوى دولي، لأن إحنا ما عندناش مشاركات مصرية وبس، وحتى ده بيخدم بقى في منافسة ما بين المنتج الأجنبي والمنتج المصري. لغاية دلوقتي في نسب كتيرة جدا أو عدد لا يعني من المعدات ما بتتصنعش في مصر، لكن ال 70-80% منتجات مصرية والباقي في شركات أجنبية. فالنهاردة بقى في منافسة قوية جدا موجودة، فده بيطور الصناعة، بيطور الصناعة، فبتيجي ناس كتيرة جدا من بره بتشوف ايه اللي هو جديد. المصريين النهاردة بيحضروا وبيحرصوا على حضور المعرض ده، بيحضروا دورات تدريبية، بيحضروا مناقشات، بيحضروا المنافسات، ايه هو الجديد في عالم التدريب، المعدات، كل الكلام ده موجود يعني في المعرض. طيب استاذ يسري، يعني اقامه وتنظيم معرض زي كده كل سنه في مصر، ودي الدوره ال 44، ده ازاي بيؤهلنا ان احنا نستضيف مؤتمرات او فعاليات او اجتماعات بنفس القدر او اكبر في مصر، يعني نتوسع في هذا النمط السياحي؟ زي ما قلت لحضرتك، احنا النهارده دوله بقت حريصه على وبتساعد النهارده انها ازاي تطور صناعه المعارض. في عندنا وزارة الصناعة والتجارة، يعني نسيت الفريق كامل، وزير النهاردة مهتم جدا بتطوير الصناعة، السياحة، وزير السياحة راجل نشيط جدا النهاردة بيدور على ان هو ازاي يزود السياحة، ففي تكامل. النهاردة المعرض ده بيساعد على انه بيكبر، كل ما يكبر كل ما يخدم القطاع. مش هيبقى عند حضرتك منشآت وما فيهاش كوادر مؤهلة، ما فيهاش منتجات تقدر تقدم الخدمة على مستوى جيد. ده النهاردة بيزود الرقعة، يعني احنا ده المعرض من أكبر المعارض في الشرق الأوسط، بيخدم وفي أفريقيا كمان، بيخدم في مجال الهوسبيتاليتي الضيافة، فبتحرص دول كتيرة جدا انها تشارك فيه. احنا في ناس عندها وكلاء لشركات كتيرة جدا بتشارك بيه، في شركات جاية مباشرة ما عندهاش توكيلات بتحرص على انها تخش السوق المصري. السوق المصري سوق واعد وسوق كبير جدا، سواء في السياحة او في الأغذية والمشروبات وإلى آخره. كمان عن التحديات، على الرغم من مقاومات عديدة لدى مصر في نمط سياحة المعارض والمؤتمرات، إلا أنه ما زال أمامنا تحديات في هذا النمط السياحي، رأي حضرتك في الكلام ده؟ هو تكملة الكلام كريم بيه، يعني هو احنا عندنا مثلا في المؤتمرات في عندنا ثلاث اماكن كبار جدا بتعمل فيهم مؤتمرات كبيره جدا، واحد في مدينه نصر، واحد في التجمع، في شرم الشيخ اللي بيستضيف مؤتمرات كبيره جدا. تكمله برضو للكلام، احنا محتاجين مساعده اكتر شويه عشان نجتذب، لان المنافسه قويه جدا وخصوصا مع الشرق الاوسط، مع استضافه المؤتمرات اللي هو النهاردة لما بيتعمل مؤتمر، المؤتمرات العالمية الكبيرة جدا اللي بيجي فيها عدد ضخم جدا، أولا دي ترويج لاسم مصر وترويج للسياحة، بيزود عدد ليالي سياحية، فدول كتيرة جدا بتنافس في هذا الموضوع. احنا كشركات قطاع خاص عندنا مقاوماتنا يعني بسيطة، ما هيش، لكن لو الدولة بتساعد، وده اللي كان نتكلم فيه، ان احنا يبقى فيه موجودة على الطاولة جهات معنية تساعد في الموضوع ده كله، يبقى فيه ترويج ازاي نجتذب المعارض والمؤتمرات من بره. حتى النهاردة دخل في صناعة المعارض ضيوف من بره، شركات أجنبية في التنظيم. معنى كده ان مصر واعدة
معنى كده ان النهارده صناعه المعارض دي واحده من اولويات المطلوبه في الاستثمار، وفي ناس النهارده بتستثمر في الموضوع ده بتاع المعارض، وشركات انجليزيه بالذات جت وخدت معارض وشير كبيره جدا من الموضوع ده وكبرتها في الحقيقه، وده هيوسع المجال اكتر. واحنا المعارض المتخصصه هي الهدف الاساسي. الاسواق الكبيره اللي بتتعمل والاخره بتحقق حاجات على مستوى معين، والمعارض المتخصصه هي دي الهدف اللي بتجتذب ناس من بره تيجي تزورها، لانه مهتم بصناعه الصناعات الخشبيه، الصناعات الهندسيه، الصناعات الفندقيه، وات ايفر الحاجات دي كلها. محتاجين نساعد اكتر ان احنا عشان احنا برضو كشركات زي ما قلت لحضرتك، انا مهتم كشركه ان انا اجيب ناس من افريقيا ومن الشرق الاوسط، بس طبقا لامكانيات الشركه القطاع الخاص. لكن لو في فند او يعني مساعده من بره من الدوله هتساعد اكتر، هنجيب عدد اكبر، هيبقى الترويج اكتر، لان مهما يكون احنا مقاومتنا ما تساعدش اكتر بطريقه كبيره. لكن احنا بنشوف معارض بره بيزورها بيوصلوا 700-800 ألف زائر، ازاي هيوصل للرقم ده الا اذا كان المعرض محطوط له كل حاجه؟ يعني انا زرت معرض مثلا في امريكا، بتنزل حضرتك اول ما تنزلي في المطار بتلاقي كل الدوله مؤهله بتساعد، معرض متخصصه برضه، معرض متخصصه فندم في نفس المجال اللي انا بتكلم فيه. اخذ حضرتك تلاقي مجله متخصصه، تلاقي قناه مخصوصه في التلفزيون بتبث وبتذيع على هذا الموضوع، تلاقي الدوله مؤهله، شركات التاكسي وشركات النقل والى اخره واقفه بتقول معرض الفلاني والى اخره، الدوله مؤهله. يعني مزيد من الدعم والتنسيق بين مختلف الجهات لدعم هذا النوع من المعارض المتخصصه، ويعني اكيد بنتمنى كل التوفيق للدوره القادمه لمعرض المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشات السياحيه في سبتمبر القادم ان شاء الله. استاذ يسري ابو النجا، رئيس شعبه منظمي المعارض بغرفه الطباعه باتحاد الصناعات المصريه، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتك. شكرا يا فندم، اشكرك.